بيكم في معلومة طبية على السريع على النمسا ميديا لنكتمل بالمعرفة. كتير من الناس أول ما بيحسوا بالحموضة أو الحرقان في المعدة بيجروا مباشرة إلى مثبطات مضخة البروتون أو البروتون بامب إنهيبتور لتخفيف الألم بسرعة. الأدوية دي أصبحت الحل السريع لمعظم مشاكل المعدة، ولكن هل هي بالفعل الحل الأمثل في كل الحالات؟ خلونا نتكلم عن الحالات اللي بتكون فيها الأدوية دي مفيدة بالفعل، وإمتى بيكون في بدائل أو حلول تانية. مثبطات مضخة البروتون هي مجموعة من الأدوية اللي بتستخدم لتقليل كمية الحمض اللي بتنتجه المعدة. الأدوية دي أصبحت شائعة جدا ومعروفة في علاج مشاكل زي حموضة المعدة، القرحة، ارتجاع المريء. الناس بتاخدها لتقليل الشعور بالحموضة والحرقان اللي بيحصل بسبب زيادة الحمض في المعدة. إزاي بتشتغل؟ مثبطات مضخة البروتون تمنع إفراز حمض المعدة بشكل فعال عن طريق الارتباط بشكل دائم وتثبيت مضخة الهيدروجين بوتاسيوم ATPase الموجودة على سطح الخلية الجدارية في جدار المعدة. الأدوية المشهورة في المجموعة دي في عدة أنواع من مثبطات مضخة البروتون زي الأوميبرازول والبانتوبرازول واللانسوبرازول. جميع هذه الأنواع تعمل بنفس الطريقة تقريبا، ولكن بعض الأشخاص بيرتاحوا لاستخدام نوع معين أكتر من التاني. بالنسبة لمعظم الناس تعتبر مثبطات مضخة البروتون آمنة وتتحمل بشكل جيد، ولكن زي أي دواء قد تحدث بعض أعراض الآثار الجانبية زي صداع، غثيان، إسهال، إمساك، دوار، ألم في البطن أحيانا. يشتكي بعض الأشخاص من مشاكل تانية زي الطفح الجلدي، القلق، لكن الحالات دي نادرة. عند استخدام هذه الأدوية لفترات طويلة بيبدأ الأطباء في القلق من بعض الأمور زي نقص امتصاص المغذيات زي الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B12، لأنه الحمض في المعدة بيساعد في امتصاص هذه العناصر، وقلة الحمض قد تؤثر على امتصاصها. كسور العظام، هناك دراسات أشارت إلى أن الاستخدام الطويل لمثبطات مضخة البروتون قد يزيد من خطر كسور العظام، وده اللي FDA منظمة الغذاء الأمريكية حذرت على هذه الأدوية. في كمان ارتباط بين استخدام هذه الأدوية وزيادة خطر العدوى البكتيرية في المعدة والأمعاء زي بكتيريا الكوليستيريوديس ديفيسيل اللي بتسبب إسهال شديد. القاعدة العامة هي استخدام أقل جرعة ممكنة بتحقق النتيجة المطلوبة، وعدم الاستمرار في استخدامها لفترة طويلة دون سبب طبي واضح. وإذا ما حسيتش بتحسن بعد العلاج يجب عليك العودة للطبيب. هذه الأدوية قوية وفعالة عندما تستخدم بشكل صحيح، لكن مشكلتها أنها قد تستخدم بشكل مفرط مما قد يسبب مشاكل على المدى الطويل. تذكر دائما أن الاستشارة الطبية ضرورية قبل البدء في أي علاج.